اليوم هي دورة بانطلاق دورة الرسم على الزجاج والخزف. الدورة المدرب فيها اللي هو كمال السفاريني أو كمال زيدان، مدرس في جامعة النجاح، وهو تخصصه في هذا المجال في محافظة طول كرم أو في المحافظات الشمالية. أن لا يوجد هناك دورات في مجال الفن، يعني ممكن نشوف السيراميك في منطقة الخليل اللي هو الصحون، وناس صارت أصبحت هي مهنة مش فن مش كفن، ولكن هون نحكي إحنا بنتحدث عن الفن، فن الرسم على الزجاج، فن الخزف، طريقة الشوي، طريقة التحضير، التجهيز. وهون إحنا في هذا المكان لأنه إحنا بدنا معدات، فمعدات لا يوجد إلا في هذا المكان. فلذلك كانت هاي الدورة اللي هي مع الأستاذ الفنان المبدع كمال زيدان، ونتأمل أنه يكون في هناك دورات لاحقة، ونتأمل للطلاب اللي موجودين هون يكون في هناك استفادة أساس أنه هم راحين يكونوا، يعني هي بالإضافة أنه يعني فيها في مجال الفن، ولكن هي من برضو في المجال الاقتصادي ممكن يكون في هناك دخل اللي بيكون بهذا العمل. هذه الدورة حقيقة غير مسبوقة من حيث طبيعة المنتسبين لها ومن حيث المهارات المقدمة فيها. المنتسبون هم مدرسون أو خريجو كليات الفنون، وبالتالي الخلفية الثقافية والفنية والأدائية عندهم واصلين مرحلة كثير ممكن أنه يبنى عليها شيء متقدم، ولذلك المهارات المطروحة تتناسب مع العمر الفني إذا صح التعبير مع المتقدمين. في مجال الخزف أو السيراميك على سبيل المثال، احنا ما بنتعامل مع ابجديات بقدر ما بنتعامل مثلا مع فكرة القولبة، فكرة كيف تشكيل الماستر بيس ومن ثم عملية الكاستنج او الاستنساخ، كيف ان البعض المتدربين يدربوا على الدولاب الكهربائي، وهذا بده مهارات وتمرين عالي وقاسي جدا في نفس الوقت.